بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. تعيد الكنيسه في هذه الليله المباركه من عيد بعيد من الاعياد السيديه الصغرى، وهو عيد دخول المسيح الهيكل بعد 40 يوم من ميلاده، يعني من عيد الميلاد لغايه النهارده 40 يوم. والعيد ده بيتم فيه تقصين اتنين، يروح الهيكل يقدموا الطفل، واقول لكم دلوقتي ازاي دي خدمة، يقدموا الطفل للهيكل، ان ده الطفل ده ذكر بكر يبقى لربنا. والطقس التاني او الخدمة التانية إن العذراء مريم لها 40 يوم دلوقتي بعد الولادة، راح تقدم ذبيحة التطهير. ذبيحة التطهير في سفر الخروج، فاكرين لما شعب بني إسرائيل كان في مصر وقعدوا مستعبدين بفرعون، وبعد كده جه ربنا يخرجهم من أرض مصر بعد الضربات العشر والكلام ده كله، جه في الضربة الأخرانية وفرعون كان معاند، فربنا موت الأبكار كلها، موت كل الأبكار في أرض مصر. شعب إسرائيل كان لسه في أرض مصر، أما ربنا قال لهم عشان الملاك المهلك اللي هيعدي على كل بيت يخش يموت ابن البكر، أنت يا موسى قل للشعب بتاعك كل واحد يذبح خروف اسمه خروف الفصح، وكلمة فصح يعني عبور، عشان الملاك المهلك يعبر عنكم، الهلاك يعبر عنكم، وتاخدوا الدم بتاع الخروف ده تحطوه بره على الباب على العتبة العليا والقائمتين، أما الملاك لما يعدي بالليل البيت اللي عليه الدم هيعبر عنه. وفعلا شعب إسرائيل كلهم ذبحوا الخروف الفصح وحطوا الدم، وجي الملاك بالليل وأهلك كل الأبكار في أرض مصر. صبح الصبح كل البيوت عمالة تصرخ وتعيط وتصوت لأن الابن البكر مات، إلا شعب الله ما كانش عندهم موت، الموت بره بس، لأن بسبب الدم اللي على الباب نجا كل الأبكار. أم ربنا قال له يا موسى بشوف بقى أنتوا بقيتوا مديونين ليا بالأبكار دولت، لأن كان المفروض إن الابن البكر الملاك يموت كله، لكن أنتوا بقيتوا مديونين ليا بالابن البكر ده. عشان كده ربنا قال له إيه؟ قال له يا موسى في سفر الخروج بقى، قال له يا موسى أنت قدس ليا كل بكر. أقرأها لكم الآية بالظبط في سفر الخروج، وكلم الرب موسى قائلا قدس لي كل بكر فاتح رحم، كل قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل إنه لي. أنك تقدم للرب كل فاتح رحم، يعني ده الأولاني، يعني ده يبقى بتاع ربنا. فعشان كده العذراء واخد المسيح ده الابن فاتح الرحم وراح توديه ليه؟ ده بتاع ربنا. أم ربنا قال عشان خاطر ما يبقاش كل الأبكار بتاعة الشعب تيجي الهيكل وتبقى مكرسة، أنا هاخد سبط بحاله من أصباط إسرائيل اللي هو سبط لاوي، قال له هاخده بدل الأبكار، سبط بأكمله خدوا وعملوا دول مكرسين ما لهمش نصيب في الأرض ولا لهم أي حاجة، دول للخدمة فقط مكرسين، ودول بدل الأبكار بس، أنتوا بقى كل بكر تجيبوه يوم الهيكل ويدفع 5 شواقل من الفضة لخزانة الهيكل وخلاص. يبقى هنا البكر دلوقتي بقى بتاع ربنا، ياخدوه يود أصبح اللاويين بداله
بس مجرد ان يروح يقدم الطقس في الكنيسه او في الهيكل بتاعهم ويدفع الايه الفضه عليه. عشان كده دايما الفضه في الكتاب المقدس تشير للفداء، ان هم بيدفعوا فديه للابن ده، بيدفعوا الشواكل الفضه دي. ده الطقس الاولاني. الطقس الثاني هنلاقيه في سفر اللاويين اصحاح 12، يقول: ومتى كملت ايام تطهيرها على الام، يعني ومتى كملت ايام تطهيرها لاجل ابن او ابنه، تاتي بخروف حول محرقه، تجيب خروف محرقه وفرخ حمام او يمام. يعني هتجيب خروف وحمامة أو يمام. أي أم بعد ما يتم معاد تطهيرها تروح الهيكل تقدم الذبائح دي، خروف محرقة ويمامة أو حمامة ذبيحة خطية. وبعدين قال لك طب افرض في عيلة مش قادرة تشتري خروف للذبيحة الأولانية بتاعت المحرقة، قال له: وإن لم تنل يدها كفاية لشاه، لو الأم مش قادرة تشتري خروف في الذبيحة الأولانية بتاع المحرقة دي، تأخذ يمامتين أو حمامتين. يبقى بدل الخروف هتجيب حمامة، وهي في حمامة للذبيحة الخطية، يبقى اتنين. يعني هتقدم يا زوج حمام أو زوج إيه يمام. العذراء مريم ما قدمتش خروف وحمامة ويمام، لأن العذراء مريم عيلة فقيرة، فالفقراء مش قادرين يشتروا خروف. عشان كده العذراء مريم لما جت الهيكل راحت تقدم زوج حمام أو يمام. قال بقى الكتاب هنا في العهد أو معلمنا لوقا، قال: ولما تمت أيام تطهيرها، نقرأ في إنجيل معلمنا لوقا صح الثاني اللي هو العيد بقى بتاع النهاردة ده، ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا إلى أورشليم ليقدموه للرب. دي الأولانية، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب. دي بقى الثانية بقى على التطهير، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. دخل جات العذراء مريم ومعهم يوسف النجار، ناس ملتزمين بالطقوس الكنسية أو الطقوس بتاعتهم، وناس خاضعين لنظام الناموس. العذراء مريم ده بشرها الملاك وقال لها: المولود منك قدوس. وساعة الميلاد جم الرعاة، وساعة الميلاد جم المجوس. كان ممكن العذراء مريم تقول لك: أنا بتاع التطهير، أنا أروح أقدم ذبيحة التطهير، ده أنا أم القدوس. لكن العذراء مريم في منتهى الوداعة ومنتهى الاتضاع راح الهيكل، وقفت في الطابور. طبعا في أمهات تانية كتير كانوا جايبين أولادهم، أمهات تانية كتير كانوا جايبين أولادهم، وقفت العذراء مريم في اتضاع في الطابور ده مستنية دورها. ولا عمر العذراء مريم أبدا تشعر أنها أفضل من غيرها، لك نظر إلى اتضاع أمته، عمرها أبدا ما تفكر أن هي أعلى من غيرها. وراحت تأدي الطقس وهي لا تدري أن ربنا يسوع المسيح نفسه راح قدم برضو الطقوس، وراح تختن وقدم كل ما يجب في الناموس خاضعا لكل شيء. يا ريت ربنا يعلمنا احنا كمان الخضوع، ويبقى نظام الكنيسة وطقوس الكنيسة كلنا ملتزمين بيها. مفيش حد يتعالى يقولك: انت جبتوا النظام ده منين؟ انتوا منظمين 55 يوم صيام منين؟ ده نظام محطوط في الكنيسة من آلاف السنين، وله فائدة روحية. كل طقس في الكنيسة له فايدة روحية، بس اللي يطاوع ويعيش. المشكلة ان انا ما بعيش المعنى الروحي للطقس، وبعدين ازعل منه او اتضايق منه،
لكن لو عشت المعنى الروحي عمر الطقوس ما تبقى تضايقني أبدا. فالعذراء مريم في هذا الخضوع الجميل دخلت وهي واقفة، طبعا الهيكل مليان زي ما بقول لكم، سيدات كتير جاي تقدم وناس جاي تقدم ذبايح، والدنيا الهيكل بتاع أورشليم ده كان دايما مزدحم يعني. في وسط الزحام ده بصوا لقوا راجل شيخ كبير جاي يجري 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 ويمكن وما بيشوفش، وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل. دخل في وسط الزحام ويفادي ده ويفادي ده ويفادي ده لغاية ما وصل عند العذراء مريم. طب أنت وجي خاطف منها الطفل وخده في حضنه وجي رفع قلبه عاد يسبح ربنا، ايه؟ طب انت عرفت ده، عرفت المسيح منين؟ وعرفت ان هي دي العذراء وانت ما شفتهاش قبل كده، وعرفت ان الطفل ده هو المخلص ومشتهى الامم اللي مكتوب عنه النبوات كلها، وهو قاعد منتظره، قاعد منتظر خلاص اسرائيل او تعزية اسرائيل، وكل اسرائيل يعرف ايه هو الخلاص او هي التعزية، انه مجيء المسيا، هي دي التعزية. وفعلا هي دي التعزية، لان مجيء المسيح كان خلاص لنا وراحة لكل الشعوب. فهنا سمعان كان منقادا بالروح القدس، الروح القدس هو اللي ارشده، والروح القدس هو اللي أعلن لي، وهو اللي قاده في وسط الزحام ده كله، عشان هو قاعد منتظر سنين هذا عدده زي ما احنا عارفين. ده 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 من ضمن الشيوخ السبعين أو الاثنين وسبعين اللي ترجموا الكتاب، اللي كانوا بيترجموا الكتاب المقدس من العبرية لليونانية أيام بطليموس، هو اللي كان جايب قال لهم أنا عايز ترجمة للكتاب المقدس العهد القديم من العبرية لليونانية، لأن اللغة اليونانية اللي كانت منتشرة. فبطليموس ده جاب 70 واحد أو 72 واحد وقال لهم أنتوا كل واحد يقعد يترجم عشان تبقى الترجمة سليمة، لما يقارن 70 يطلعوا كلهم زي بعض يبقى ما فيش غلطة. فترجمة الكتاب المقدس من العبرية اللي كانوا عايشينها اليهود وخاصة العهد القديم يعني إلى اليونانية ما فيهاش غلطة. حتى سمعان ده كان من ضمن 70. سمعان ده لما جه عند الآية بتاعت أشعياء النبي يقول لك هو ذا العذراء، ده أشعياء تنبأ قبل المسيح ب700 سنة، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو على اسمه عمانوئيل. أما هو بيكتب قال لك ده الملك بطليموس هيقول لي أنت بتخرف ولا إيه؟ في عذراء تحبل وتلد. وحب يغير في الآية، قال طب أكتب الفتاة أهي مش باينة، أكتب الفتاة. جي يكتب القلم اتقصف وجي سمع صوت من السماء قال له أنت مش هتموت غير ما تشوف الآية دي بعينيك. عشان كده هنا بيقول ده كان منتظر، وقعد منتظر منتظر امتى بقى يا رب؟ ده عاش له عاش 300 سنة، 300 سنة عايش منتظر، وطول ال 300 سنة دولت عايش في تقوى وروحانية وعبادة وأمانة، عشان كده استحق انه يمسك الطفل يسوع ويشيله على ايديه. وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي له، الروح القدس بقى هو اللي أرشده، أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، مش هيشوف الموت غير ما يشوفه. فأتى بالروح إلى الهيكل. إيه اللي خلاه يجي في الساعة دي؟ وزي ما بقول لكم ايه اللي عرفه المكان، وايه اللي عرفه العذراء مريم فين مكانها، ولا ايه اللي عرفه ان هو ده الطفل؟ الروح قرن الروح القدس عليه،
وجاء بالروح القدس، فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي بالطفل يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة التناموس، أخذه سمعان على ذراعيه زي ما تقول كده، جي خطفه كده من العذراء مريم وخده على أيديه كده وحطه عند قلبه كده وعنده صدره كده، قال له خلاص الآن تطلق عبدك بسلام، أنا شفت الخلاص بعنيه. يوم الإنسان يلتقي مع المسيح هذا اللقاء، لقاء الخلاص، يبقى مش عايز حاجة من الدنيا. قال لك أنا خدت المسيح مشتهى الأجيال، ما بشتهيش حاجة تاني. أنا تأكدت إن المسيح جاي عشان خلاص العالم كله ونور للأمم كلها، خلاص أنا مش عايز حاجة تاني، الآن تطلق عبدك. يوم ما الإنسان يشبع الشبع ده بلقاء المسيح، اللقاء ده الدنيا كلها تبقى تحت رجليه ولا حاجة، يقول لك الآن أطلق عبدك. عشان كده إحنا عايزين فعلا ندوء زي سمعان كده، عايزين ندوء زي سمعان كده. أخذ يسوع في حضنه. طب وانت ما بتاخدش يسوع؟ انتوا بتاخدوا يسوع ولا ما بتاخدوش؟ طب ما احنا بنيجي الكنيسة، اهو المسيح على المذبح، قرب اخطف وخد التناول وخد جسد يسوع ودمه، وتقول له كده اول ما تتناول يقول له الان اطلق، مش عايز حاجة، انا خدت المسيح لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه، وأثبت فيك وانت تثبت فيه، أنا مش عايز حاجة تاني، أنا مش عايز حاجة تاني. فتعال القداس وخليك سمعان وتقابل مع المسيح هذا اللقاء الجميل والمعزي. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. عيني قد أبصرت خلاص الذي أعددت قدام جميع. خلي بالكم ان الراجل ده ابتدى يقول نبوات، وابتدى يتكلم على حاجات ما حدش يعرفها، ده لسه المسيح طفل، لسه فين بقى لما المسيح يجي يخدم ويتصلب ويصلب ويقوم الاموات والكلام ده كله. لكن ده بيتكلم عن اول ما شاف المسيح خلاص، الروح القدس كشف له حياة المسيح وصليب المسيح وقيامة المسيح والخلاص الذي يقدمه المسيح للعالم كله. لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب ونور إعلان للأمم. خلي بالكم إن ده يهودي ووقف وسط هيكل اليهود، واليهود عندهم إن هم بس اللي بيعرفوا ربنا وهم بس الخلاص، والأمم دول اللي يهلكهم. أم سمعان يقول لك نور لجميع الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، بقوا مستغربين إيه الراجل ده وإيه اللي بيقوله ده. ما العذراء مريم برضو خلي بالكم سمعت كلام زي كده كتير قبل كده، سمعت لما الرعاة جم قالوا لها ده الملاك قال لنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم لجميع الشعب، وشافت المجوس جاي من يقدموا هدايا لها معاني، وسمعت أصوات الملائكة، أم جاء تسمع تاني من سمعان نفس الكلام عن هذا الطفل اللي هو سبب خلاص البشرية كلها، اليهود والأمم وكله. نحن كمسيحيين مديونين للمسيح، والعالم كله مديون للمسيح طبعا، بس مين يؤمن ومين ياخد الخلاص اللي بيقدمه المسيح،
والفرح والانتصار الحقيقي. فكان يوسف والعذراء واقفين مبهورين بيستغربوا من المنظر. وقال لمريم، شوف بقول لك النبوات، جه يوسف جه سمعان بص للعذراء مريم وقال لمريم امه: ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين. ده الطفل ده في ناس مش هتامن بيها تسقط، وناس هتامن بيها ترتفع قوي قوي قوي. ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين. طبعا ياما ناس رفضت المسيح، وياما ناس رفضت الايمان بالمسيحيه، وياما ناس عذبت المسيحيين واضطهدت المسيحيين، دول سقطوا. ولعلامة تقاوم، بيقول لها ايه بقى؟ المسيح ده وضع لسقوط وقيام كثيرين، ولعلامة تقاوم. ايه العلامة اللي بتقاوم؟ هي علامة الصليب. يبقى سمعان شايف فين ده المسيح دلوقتي لسه طفل، فين بعد 33 سنة؟ شاف الصليب. رب الروح القدس اداله رؤية واداله إلهام واتكلم عن العلامة التي تقاوم إلى يومنا هذا. على رأي الناس يقولك إيه، هو الصليب عمل لكم إيه؟ مضايقكم في إيه الصليب؟ علامة تقاوم. وأول ما يشوف الصليب أي إنسان غير مؤمن يتعفرت، ولما يكون واحد عليه شيطان وتحط عليه الصليب كده يقول لك ابعد الصليب عني ويصرخ. لا يطيق الشيطان، لا يطيق الصليب، لأني على الصليب المسيح هزمه. وكمل الكلام وابتدى يكلم برضو العذراء مريم: شايف ايه اللي هيحصل لها؟ وانت ايضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثير. أنت يجوز في نفسك سيف. العذراء مريم كانت واقفة تحت الصليب، واقفة تحت الصليب وشايفة ابنها يسوع عمال يضربه ويطعنوه بالحرب ويدقوه بالمسامير سيف، إن هي تشوف ابنها بيتعذب العذابات دي. وإحنا بنصلي في صلاة الثالثة ونقول: عند نظري إلى صبوط أحشائي تلتهب، عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه. لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. وبعدين جه سمعان باركهما. بارك مين؟ بارك يوسف والعذراء. ما يقدرش يبارك المسيح، ده هو خد بركة من المسيح. شوف الدقة بتاعت الكتاب المقدس، ما قالش باركهم، باركهما. ادى البركة ليوسف النجار والعذراء. طبعا العذراء تاخد بركة، العذراء إنسانة، ما هي قالت تعظم نفس الرب وتبتاج روح بالله ايه مخلصي. لكن المسيح هو الله، ما يقدرش سمعان يباركه، لكن سمعان ياخد منه البركه. خلص المشهد ده وبصوا لقوا مشهد تاني، واحده عجوزه عندها 105 سنه على الاقل جايه تجري 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 رخره، وفي وسط الزحام راحت عند المسيح زي سمعان بالضبط. وكانت نبية حنة بنت فانوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين. لما اتجوزت عاشت مع جوزها 7 سنين، وهي أرملة نحو 84 سنة. يعني بقالها أرملة بقالها 84 سنة، عاشت في الجواز 7 سنين، واتجوزت مثلا 14 ولا 15 سنة. لما يكون 84 و7
91 وقول اتجوزت عندها 14 ولا 15 يبقى 105 106 سنة. بس عجيبة الست دي قوي على فكرة، أرملة في عز الشباب. يعني لو كانت اتجوزت عندها 14 سنة وقعدت متجوزة 7 سنين يعني كان عندها 21 سنة ولا 23 سنة. في عز الشباب أرملة، ولكن هذه القديسة بتدي مثل لكل الأرامل ولكل الشابات. أرملة في ريعان الشباب زي ما بيقولوا، عندها 23 سنة. ولكن إزاي الإنسان يقدر يقابل تجربة زي دي؟ الناس تقعد يا ده لسه شابة صغيرة، ده ترملت وهي صغيرة. وناس تانية تقول لك أصل دي أرملة صغيرة دلوقتي الشيطان يحاربها. ولكن الست دي عملت إيه؟ خلي بالكو لما الإنسان يكون عنده تجربة زي دي ملوش شبع ولا راحة إلا في شخص المسيح. قال لك إيه؟ لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. ديت كرست حياتها للصوم والصلاة والعبادة، كرست حياتها في الهيكل، شبعت. ما تقوليش بقى دي شابة وصغيرة، شبعت. ساعات الناس تفتكر ان الشبع بالامور الدنيا، يقول لك ده شاب خليه يستمتع شويه، يستمتع يتغم اكتر. يقول لك طب خده بس كده فسحه شويه كده، ولا اديله شويه يعني حاجات كده في الدنيا، ام يرجع ايه تعبان اكتر من الاول. ما كان زمان نسمع اللي يقول لك اصل ده تعبان شو خده ودخله السينما يخليه يتفرج على فيلم ولا بتاع، أم يصحى صحيح في الفيلم شوية ساعتين ولا بتاع، ويجي من الفيلم يلاقوه مغموم أكتر من الأول. مش ده الشبع، مش دي الراحة. ده دخلت الهيكل وكرست حياتها للعبادة. لا تفارق الهيكل 84 سنة، عابدة بأصوام 84 سنة، وطلبات ليلا ونهارا. شبعت بربنا، وابتدى الروح القدس يملى حياتها وينور لها ويفهمها النبوات، وقعد منتظرة هي كمال المسيح زي سمعان تماما. طب عرفت منين؟ من العشرة مع الله. يا واحد يجي يقول لك اصلا انا مش فاهم الكتاب المقدس. هو الكتاب المقدس ده ما كلام ربنا، اقعد مع ربنا يفهمولك. لكن اللي قرب من ربنا يفهم كلام ربنا، واللي يعيش مع ربنا يفهم كلام ربنا. لكن هي المشكلة، كل المشكلة ان احنا عمالين نسمع التمثيليات والافلام والدنيا، وده بيقول ايه وده بيقول ايه، ويسابين الكتاب المقدس. وبعدين نيجي نقول الكتاب المقدس صعب، ده احنا مش فاهمين، ده احنا كذا. عيش مع ربنا تاخد النعمة. فالست ديت الأرملة دي زي ما بقول مثل، وتقدر تفهم الأرامل يعملوا ايه. على رأي بولس الرسول الأرملة التي هي بالحقيقة أرملة. بسبب بقى العشرة اللي السنين دي كلها زي ما بقول لكم فهمت النبوات وفهم مجيء المسيح يعني ايه والكلام ده كله، فهي في تلك الساعة وقفت تسبح، تهيص، شافت المسيح المخلص مشتهى الأجيال. خلاص جه الفرج، جه الفرج، جه ملء الزمان. فطلعت سبح بطريقة
فيها حرارة وفيها حركة غير عادية، زي ما واحد كده يبقى عنده نشوة كده في الصلاة. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه، وتكلمت عن الطفل ده، وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء أورشليم. زي ما تقولوا ايه جميع المنتظرين في، في ناس تانية برضو عايشة لربنا زي سمعان وحنا احنا ما نعرفهمش. ابتدت تسبح مع جميع المنتظرين فداء أورشليم، زي ما تقولوا في ناس تانية برضو في الهيكل كانوا أمناء وعايشين الإيمان الإيمان بتاع موسى صح، فعرفوا جمرة خير يسبحوا معاها. والعذراء مريم عماله تتلفت شمال، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حنا وناس تانية جم معاها المنتظرين فداء، جميع المنتظرين فداء في أورشليم. ايه يعني منتظرين فداء؟ يعني ايه؟ يعني منتظرين المسيا، ومنتظرين المسيا بالطريقة الصح. يعني ايه الطريقة الصح؟ ما هو في يهود كتير وحافظين النبوات بتاع العهد القديم، بس بيطبقوها ازاي؟ منتظرين مخلص يخلصهم من الرومان ويعملهم لهم مملكة إسرائيل العظيمة على الأرض. بس قال لهم أنا مش جاي الكلام ده، مملكتي ليست من هذا العالم. ناس تانية يهود أتقياء عايشين الكتاب المقدس صح، ففهموا النبوات صح، وعرفوا يعني إيه مسيا جاي يخلص الناس من إيه؟ جاي يخلصنا من عبودية، مش عبودية الرومان، من عبودية الشيطان، ويخلصني من عبودية الخطية، وجاي يحررني، مش يحررني من الرومان، يحررني من عبودية الخطية، ويعطينا الخلاص الأبدي، مش خلاص من الأعداء الأرضيين. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم، وكان صبيا ويتقوى بالروح. خلاصة هذا العيد الجميل هو لقاء الأتقياء مع الطفل يسوع، ولقاء الأتقياء اللي ربنا والروح القدس كشف عن عينيهم، ويستطيع الله وبروحه القدوس أن يكشف عن أي عين فينا. بس يلا قرب واستعد وتعالى. الله قادر يعطينا بركة هذا العيد لنفرح ونتعزى مع سمعان وحنا وكل المنتظرين عزاء إسرائيل. لإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.